السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في حلقتنا هذه التي نكمل فيها حديثنا عن سورة الحجر التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم شهادة له بأنه رسوله، ومعلنا فيها على العالم أنه قرر من فوق 7 سماوات أن يحفظ هذا الكتاب العظيم. عندما نتأمل فيما جاء في هذه السورة الرائعة عن إهلاك القرى الظالمة، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وكيف أهلك الله قوم لوط من أجل ظلمهم واختراعهم لفواحش لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. قوم لوط هؤلاء أرادوا أن يغيروا مبدأ الحفظ. الله خلقنا وخلق الجينات الوراثية وخلقنا بفطرة مستعدة للصلاح إذا أراد الإنسان، وهؤلاء يريدون أن يضعوا أشياء في الكون غريبة قد تؤدي إلى دمار البشرية. فالله عز وجل أراد أن يحفظ للبشرية الأصل الطبيعي للحياة الأسرية، وهو الزوج والزوجة. أما اكتفاء الذكر بالذكر فسوف يؤدي إلى انقراض البشرية وعدم المحافظة عليها. إذا انتشرت هذه الفكرة وانتشر هذا الأمر فسوف يؤدي إلى انتهاء الحياة. فمن أجل هذا قال الله لهم: توقفوا، هذا يكفيكم، اخرجوا من هذه البلاد. هم قالوا عن سيدنا لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكان قول الله ما معناه: بل تخرجوا أنت من تلك البلاد لأنكم قوم تتلوثون. فده نوع من أنواع الحفاظ، الحفاظ على لوط والحفاظ على أصول الميراث الحيوي للبشرية، والحرص على أصل مبدأ التكاثر الزوجي الذي شرعه الله للإنسانية. وكأن الله يقول: أنا أحفظ رسلي من كل عدو يهددهم أو يهلكهم، وأحفظ الصالحين اللي بيحفظوني ويحفظوا كلامي ويحفظوا شريعتي. الشيطان لما هدد ربنا عز وجل وقال له: أنت اخترت هذا الرجل واخترت هذا الإنسان، أنا سوف أغريه وسوف أدمره، فكان كلام الله له واضحا ودستورا كونيا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنا عامل مظلة في الكون، الذي يقف تحت هذه المظلة محفوظ، فأنا أحفظ كل من يقف تحت مظلة عبادتي وحبي ودعائي وتوحيدي وعدم الشرك بي على الإطلاق، إنني أكون معه وليس لك عليهم سلطان. إذن الله يحفظ عبده. عشان كده ربنا حفظ سيدنا المسيح من الموت على الصليب، وحفظه ولو من صورة اللعنة، يعني يعلق مظلوما حتى لو بات 100,000 ليلة على الصليب لن يلعنه الله، ولكنه سيكون في نظر بعض الناس ملعون عشان تفسيرهم الغلط لنصوص. فالله نجاه حتى من الشكل الخارجي، فعلق ولم يقتل. وعشان كده ربنا عز وجل رضي عن حفظه وأرسله إلى من يستجيب له ويحفظ كلامه. عشان كده استجيب له وحفظت كلماته في شرق الأرض، والفلكلور الشعبي والثقافات الشعبية في المنطقة الشرقية من العالم بتحفظ التراث
التام لسيد المسيح. فربنا حفظه وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. حفظه لأنه طلب منه أن يحفظه، فلازم يكون حفظه. هنا بقى ربنا بيفكر أمة إسرائيل كلها، بل بيفكر العرب كمان، بل بيفكر العالم كله بنوع رائع من الحفظ. كان فيه واحد اسمه إبراهيم يحافظ على الله، فمن شدة محافظته على الله ما كانش مركز على الخلفة قوي، ويكون له أبناء ويكون له ذرية، ما كانش مركز عليه. وبلغ 80، ويبدو أن زوجه حست أنها عاقر فوهبته جارية فتزوجها وأنجب منها ولد، فهي حست من كده أن الإيه؟ أن المشكلة منها. وبعد مدة وقد صار يعني أقرب إلى شيخوخة من ذي قبل، جاءه رسل مبشرون، قدم الطعام فلم يأكلوا. لماذا جئتم لنبشرك؟ بماذا تبشروني؟ قالوا هما بيقولوا احنا جايين نبشرك. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي سورة تانية توضيح أكثر للموقف بيقول قالت يا ويلتى، ده زوجته بقى، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. عشان حميد مجيد دي بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يعني معناها إيه؟ الخلايا الميتة دي اللي في بطنك دي هتصحى. الله الله، إزاي ربنا محافظ على حاجة جواكي وهيصحيها الحاجة دي وهيحفظ نسلك. وإبراهيم الذي صار شيخا وممكن يكون بقى عقيم، هناك إله في الكون، إله حافظ لا تخف، اسمه الحفيظ. فالحفيظ يحفظك وهتخلف. سلام. شوف أما ربنا يحافظ، الحفاظ بيمتد أثره مش بس للقرآن، للقرآن والصالحين والميراث الحيوي والميراث الجيني، ويمتد حفظه إلى الميراث، إلى فهم القرآن. فيرسل الله عز وجل من يجدد فهم القرآن ويجدد فهم السنة ويجدد فهم الشريعة. وبعدين الناس الصالحين دي ربنا يحافظ عليها، تلاميذ وأبناء يحفظوا سيرهم. ورفعنا لك ذكرك، ويحفظ ذكر الرسول، ويحفظ الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وسوف يزيد الله من حفظ أمر الصلاة على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول يعني نبوءة ربما إن شاء الله تكون صحيحة، وهي أن الله سيجعل من آثار هجوم القمص كثرة لعدد الذين يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم بعكس ما قصد القمص، فيكون هذا من حفاظ الله ولو كره القمص. دي إن شاء الله نبوءة تتحقق. ولست أدعي يعني شيئا، أنا هذا شيء أحس به بناء على فهمي لوعود الله وفهمي لطريقة تعامل الله مع البشر في الكون مع أنبيائه. أن الله لما فرعون عاوز يقضي على موسى يقول له سوف يتربى في بيتك، هذه دي الطريقة الربانية.
وعندما أراد إخوة يوسف إن هم يخسفوا به الأرض، فربنا عز وجل رفعوه فوق السماء وهم اللي اتخافس بهم الأرض، وجاءوا يعتذرون وجاءوا يتأسفون ورؤوسهم محنية. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن نصل من هذا إلى أن الصورة بتتكلم عن محافظة شاملة، الخلاق العليم بيحافظ علينا وعلى ديننا وعلى رسوله كمان، وبيقول في الصورة: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الحقيقة أن أبرهة يريد أن يقذف رسول الله بقنابل من الظلم والبهتان لكي على شكل أسئلة وشكل اتهامات، وبعد كده بقى يقول ان هو بيألف ومؤلف كبير والى اخره. طبعا يعني يا ما شتمه في اللي هو بيسميها تساؤلات. ربنا عز وجل هيحفظ هذا البيت الروحي للعالم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ويحفظ البيت الروحي للكون وهو الإسلام من أبرهة آخر الزمان بقذائف من سجيل منضود سيجعلها الله على رأس كل أعداء محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف يجعلهم كعصف مأكول، وسوف يعني يحزنون على ما قالوا عندما يرون الله يكفي رسوله هذا الهجوم، وسوف يقول الكون فعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. في الصورة بقى شكل رائع من أشكال الحفظ عاوز أقول للمشاهدين عليه وأنبههم إليه لعلهم يرون فيها إعجازا وجمالا وفتنة. ربنا عز وجل بيقول إيه؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ربنا عز وجل قرر أنه يحفظ الماء، لأن إحنا بنحافظ على حياتنا مش بأي ماء، الماء المالح لا يحافظ على الحياة. عشان نحافظ على حياتنا لازم نحافظ على حاجتين: استنشاق الهواء والمحافظة على شرب الماء، لأن دايما الماء شغالة مستمرة شغالة في القلب والدم وكده. فازاي ربنا يحافظ على الماء بقى العذب؟ هل ربنا ينزل تنكات ضخمة من الماء العذب، أو يخلق بحيرات ضخمة تحتوي ماء عذب ويخزن للبشرية والبشرية يبقى معاها تموين بشري ويبقى دي بركة الأرض التي أودعها فيها في 4 أيام اللي هي البحيرات الضخمة دي من الماء العذب؟ لو ده حصل في قوانين كونية لمصلحة الإنسان ومصلحة الحياة بتتكلم عن انقسام البكتيريا وتلوث المياه وتأثير الرياح والأتربة وإلى آخره، بحيث أن هذه المياه العذبة ستصير بيئة مناسبة لجميع الأمراض. فربنا الذي تعلو طرقه على طرقنا وأفكاره عن أفكارنا تعالى جعل طريقة رائعة جدا للحفظ، محدش يقدر يجي ناحيتها. التنكات ممكن تلوث وأعداء الإنسانية ممكن يلوثوها أو يحصل أي حاجة كده، لكن شوف ربنا بيعمل إيه. يقوم عمل قوانين، القوانين دي شيء ما يتمسكش باليد، ده نظام. النظام ده بطبيعته يحفظ ماء عذب دائم. النظام ايه النظام؟ لو احنا نتأمل النظام بتاع ربنا في البخار ايه البخار؟ بيجي الشمس تخبط في اسطح البحار الملحة، يقوم البحار المالحة ترى عاملة ايه؟ مطلعة المياه العذبة لوحدها وتاخد الملح جواها، يفضل الملح في المية وترمي العذب بس. حكمة ربنا في حكاية الحرارة والمية المالحة دي. تيجي الرياح مرسلة من الله تاخد هذه الجزيئات البخارية
وتصعد إلى السماوات وتلقح السحاب العقيم اللي خلص مطر وخلص المية اللي فيه، تقوم تديله مية وتلقحه بالماء ويمتلئ بالماء ويصير حامل، وبعدين يسوق هذا السحاب، ثم ينزل الماء في أماكن باردة وفيها غبار تتجمع حوله نويات المطر، وينزل الماء بعد البرق والرعد والمناظر الجميلة ومناظر الشروق والغروب الرائعة. ينزل الماء فيحفر لنفسه طريقا ويأخذ معاه بعض الغريان أو بعض الطمية حتى يصنع تربة كمان، يعني المية بتنزل وتصنع بتربتها معاها، ويبقى جاي لك مية بالتربة بمواد كيماوية لتخصب النبات. وبعدين وعن هذا الماء الفائض بقى، مش ما انتش محتاجه، عنك انت، الكلام ده بيعمل له ريسايكل او اعادة ايه انتاج، ريسايكل، يقوم ياخد المية اللي فايضة عن حاجتك دي وتصل الى مصبها الى البحار ويخزنها في البحر، لان البحر اكثر امانا عشان نسبة الملوحة لا تسمح بنمو البكتيريا. ولو انت عاوز مية تانية هنجيب لك، هنجيب لك ازاي؟ الاشعة بتستمر والقانون بيستمر ويتكرر ويتكرر الى ما لا نهاية. هذه طريقة حفظ الماء. وما انتم له بخازنين، يعني لو انتم اردتم ان تحفظوا هذا الماء فلن تستطيعوا، وسوف تحارون وتحتاسوا، ولكني انا حفظته بقوانين وقوات كونية، اي انني هكذا حافظت على القرآن وصنعت له قوانين كونية حتى يظل وجود القرآن في الكون كمثل وجود الماء العذب دائما جاهز للي عاوز يشرب، وما تسألش، ده ربك كريم وفاتح الخزنة على البحري للي عاوز يهتدي، وما تقلقش من الحكاية دي، وما يهمكش من كلام القمص في الحلقات بتاعته عن القرآن والكلام ده، لأن ربك موثوق بيه، الله جهة موثوق بها. وزي ما قرر يحفظ الماء العذب في تنكات بعيد عن القمص، ولو خلى التنكات هي التي تحفظ الماء العذب كان القمص وجماعة راحوا حطوا فيها حاجة، ما أقصدش القمص يعني ذات نفسه، أقصد يعني اللي هم ما بيحبوش الخير للبشرية ولا يحبوش الناس تبقى مبسوطة كده وعايشة في نور الله العظيم، يفهموهم ان لا ده مش نور، ده ظلمة، ابقى انا عايش في النور والدنيا مليانه نور، يقول لك لا ده انت عايش في ظلمه، ده الشمس طالعه، يقول لك لا ده انت بيتهيأ لك. انا بيتهيأ لي؟ ما هي دي الطريقه المؤسفه اللي ربنا برضه بيقول عليها في هذه الصوره، بيقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد حفظنا في السماء بروجا وزيناها للنظر ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها. وربنا حفظها طبعا زي ما حفظ المية للشاربين، في سورة تانية برضو بيقول للشاربين، يعني وبرضو القرآن محفوظ للمهتدين للي عايز، ولكن ما فيش كرباك بيضرب الإنسان يروح يشرب من المية، عاوز يشرب هو حر، عاوز يموت من العطش هو حر، ربنا ما حدش ما بيضربش حد عشان يروح يرغمه على الهداية. ربما يود الذين كفروا في يوم من الأيام هيجي عليه ويتمنى، سواء في آخر حياته يكون ضيع جزء كبير من حياته، أو سواء بعد الممات هيخش ياخد محاضرات طويلة وحلين على ما يطلع من جهنم بعد ما يكون اتأدب وفهم الموضوع ودرس كويس، وقال يا ريتني ما كنت سمعت كلام القمص. فإذا ربنا بيخلق قوانين ودورات وبيحفظ الماء العذب وبيحفظ الأشياء التي يريد حفظها بقوانين ثابتة ودائمة بطريقة ديناميكية عجيبة تعلو عن أفهام البشر العاديين. نحن نعرف أيضا إزاي ربنا برضو بيحفظنا، بيحفظ الحياة، يعني البكتيريا موجود وهي تعمل في أجسامنا، بس ربنا خلق فيها مضادات، عمل هذه المضادات هو أنها تحفظ الجسم وتحفظ النباتات وتحفظ وتحفظ، في عوامل حفظ في الكون، مش يعني ربنا سمح للإنسان بأن يكون مختار وممكن يضيع الكتاب وممكن يحرف الكتب وممكن يخرب الدنيا يبقى ربنا كده سايبها سلاح مداح، لا، ده في نظام، دي مكتوب عليه يحفظ يبقى لازم يحفظ. فبرضو
حفظ الله بيصل الى انه يمنع عننا البكتيريا والميكروبات بواسطه القوانين الحيويه بتاعه المضادات وبتاعه العقاقير والنباتات اللي هو انبتنا فيها من كل شيء موزون. ما من كل شيء موزون برضو ده ينفع ايه يبقى فيتامين سي، ده ينفع يبقى دواء، ده ينفع يبقى علاج منبه، ده ينفع يبقى حاجه تنوم اللي عاوز ينام، ده موزون وفيه مواد اللازمه عشان يعمل فيتامين ايه عشان ينفع عينيك وينفع جلدك، ده فيه فيتامين بي عشان خاطر ان الفيتامين ده بيساعد اعصابك والنظام العصبي، ده فيه فيتامين دي عشان هو وفيتامين ايه بيساعدوا بعض على اعمال معينة، ده النظام. فالكون ده مش فوضى، والملكوت الالهي هو في الارض كما هو في السماء للعلم، عشان تبقوا عارفين ان مما حفظ الله، حفظ الله النظام الكوني والملكوت موجود هنا. ومما هو يعني غير صحيح في الصلاه اللي في الانجيل انه حكايه انه لياتي ملكوتك على الارض كما هو في السماء، الملكوت موجود في الارض موجود وكامل، واختيار الانسان ومخالفه الانسان لله وقيام الانسان بالظلم بينتج عنه عقاب شديد، ونحن نعرف في التاريخ عقوبات رهيبة نزلت على ظالمين كتير، وما أكثر الظالمين اللي اندثروا واللي ربنا بهدلهم، وبرضه الظالمين بتوع دلوقتي واللي بيظلموا ظلم شنيع ربنا عز وجل هيعمل فيهم بالضبط زي ما عمل في الظالمين الطغاة اللي قبل كده، لأنه ملكوت الله شغال في الأرض الآن كما هو في السماء دائما. وما تفكروش إن الظالمين هيفلتوا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. واليوم ده مش في الدنيا، مش في الاخره بس، هذا اليوم في الدنيا والاخره. وياما ايام جاءت وربنا قال لموسى عليه السلام وذكرهم بايام الله، ذكرهم بيوم ما نجيتهم من فرعون واهلكت فرعون، ادي يوم منهم، يعني يوم ما يعملوا زيه ويظلموا ناس هنجيهم منهم واهلكهم برضو، يعني دي ايام الله. اللي هو طبعا الكلام ده كله طبعا القمص يعني ما لا يعني لا علاقة له به، ما يفهموش. لما ربنا بيقول في القرآن ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. شوف ربنا بيقول ايه في القرآن، الارض والسماء خلقتها بالحق، حافظ على الحياة واصفح الصفح الجميل وتعامل معاملة راقية. الظالمين اللي بينتهكوا حق الحياة والكرامة وغيره انا ابعدتهم عن الارض، انا اخذتهم اخذ عزيز مقتدر. اتيتك سبع من المثاني يعني الفتحة والقرآن العظيم. طب يعني ايه؟ يعني هي دي هي دي. طب الفتحة كلها رحمة، كلها هداية، كلها عبادة، كلها استعانة، كلها تمجيد، كلها بعد عن الغضب الإلهي، كلها كراهية للضلال، يعني كلها جمال في جمال في جمال، وجمال وروعة في روعة في روعة. يبقى القرآن الكريم هو نفس الرسالة، الرسالة هي المحافظة. ومن ضمن المحافظة مثلا من ضمنها لا تمدن عينيك، حافظ على أشياء الآخرين اللي ربنا اداه للاخرين حافظ لهم عليه، ومن ضمن المحافظه انك ما تطمعش فيه، لان طمعك فيه نوع من انواع التهديد، فبدايه التهديد هو الطمع، ثم يليه الافكار، ثم يليه الاعمال والتدبيرات، ثم يليه التنفيذ. فلا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم. ده من اعظم انواع الحفاظ على النظام البشري والنظام الحيوي ونظام الكرامه الانسانيه ونظام الاستخلاف ونظام الجنة التي أراد الله أن يعيش فيها آدم وأبناؤه. فإذا ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، معناها أعطيتك علامات الحفاظ العظمى، معناها حافظ عليها، وانت تحافظ على نفسك، حافظ على عينيك، حافظ على مخك، حافظ 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 حافظ. الله هو الحفيظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نقرأ الفتحة بقى كده اللي فيها سبع المثاني اللي كلها جمال ورحمة وحفاظ، واللي ربنا قال في الآخر فاصفح الصفح الجميل. بيقول إيه ربنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي وللمشاهدين. نكمل غدا، نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله روائع سورة الحجر، والدليل على أنها من عند رب العزة، والدليل على أنها رسالة من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.